اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه التي ارتفعت مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر البورصه الرئيسيه جاك 30 بنسبه 1% مسجلا نحو 10739 نقطه و 69% من النقطه، كما قفز مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه جاك 70 بنسبة 1.81% مسجلا حوالي 1987 نقطة و 84% من النقطة. وصعد مؤشر جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37% ليصل إلى 2940 نقطة و 51% من النقطة. على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم، فقد جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 24.56%، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 15.15%. أما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 13.12%. هذا وقد حقق رأس مال سوقي لأسهم الشركات المقدمة بالبورصة مكاسب بنحو 3 مليارات جنيه مسجلا حوالي 655.5 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات كلية بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، تضمنت 2.1 مليار جنيه تعاملات سندات المتعاملين الرئيسيين. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل يسعدني ان يكون معي في حلقه اليوم الاستاذ محمد عبد الهادي خبير اسواق المال. اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بحضرتك استاذ محمد. هستاذن حضرتك والساده المشاهدين متابعه التقرير التالي حول اداء البورصه، ثم نبدا تحليلنا لهذا الاداء، فابقوا معنا. في جلسه منتصف الاسبوع زين اللون الاخضر مؤشرات البورصه المصريه في دلاله على ارتفاع اغلب اسهمها لدى اغلاق التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات شراء قوية من المستثمرين المصريين. قابلت عمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب لم تفلح في تحويل دفة المؤشرات نحو الهبوط. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح 3 مليارات جنيه ليصل إلى 655 مليارا و581 مليون جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 3.342 مليارات مليون جنيه، تضمنت قرابة 2.1 مليار جنيه تعاملات في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 أغلق مرتفعا بنسبة 1%، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 1.81%، وامتدت المكاسب إلى مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.37%. ويتوقع محللون أن تسهم عملية نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس وصندوق دعم البورصة المصرية الذي أنشئ قبل أيام في دعم الأسهم خلال الجلسات المقبلة. شاهدينا بعد أن تابعنا التقرير نبدأ تحليلنا لهذا الأداء مع ضيفي في الاستوديو أستاذ محمد عبد الهادي. يعني أستاذ محمد، أداء السوق اليوم وإن كانت المؤشرات مرتفعة بالفعل إلا أن تأثير الخبر ليس على المستوى المحلي بل والعالمي أيضا بتاع خروج السفينة الجانحة من قناة السويس لم يأتي بأداء متناسق، يعني أولا الأسباب وراء الارتفاع اليوم، وهل ترى هذا الأداء مناسب لحجم الخبر؟ خليني في البداية أستاذ محمد من خلال حضراتكم من خلال البرنامج أبعث ببرقية تهنئة وفخر واعتزاز وتحية لهيئة قناة السويس على رأسها الفريق أسامة وكل العاملين على ما بذلوه في عملية تعويم السفينة إيفر جرين. فكل مصري فخور جدا باللي حصل خلال الأيام الماضية. حجم الخسائر قليل جدا، حجم العمل كان عالي جدا، فببعث من خلال برنامجك ومن خلال قناة النيل الأخبار ببعث رسالة فخر واعتزاز وتحية وتقدير لجميع العاملين بهيئة قناة السويس. صحيح، ده في البداية. اتفضل. وعايز أقول لحضرتك حاجة، مصر كلها فرحانة من بداية ما تأكيد من بداية ما التعويم السفينة تم في أمس إلى اليوم، وشاركنا السيد الرئيس النهاردة في هيئة قناة السويس، فده كانت رسالة للعالم كله إن مصر بها رجال. هل البورصة شاركت يا أستاذ محمد؟ البورصة للأسف يا أستاذ محمد، وده اللي احنا هنتكلم عليه خلال الفترة اللي موجودة دلوقتي،
احنا كنا بنتكلم ان المؤشر كان حوالي 11600 في غضون الشهر الماضي. جت في بعض المؤشرات اثرت على السوق، نزل المؤشر لحوالي 10340 320. نعم. ده نتيجه لتاثيرات، خلي بال حضرتك البورصه استمرت على مدار الاسبوع الماضي اكتر من حوالي 6 أو 7 جلسات هبوط مستمر، بدايه من المؤشر كسر ال 11000 الى 10320 في هبوط مستمر. فاحنا كون النهارده في الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بيعتبر البورصه شاركت ان هي ما زودتش الخسائر، وبالتالي احنا عايزين نقول نوضح للناس ايه هي الاسباب اللي ادت الى انخفاض السوق من 11600 ل 10340. وحجم التداول حضرتك احنا بنتكلم النهارده حجم التداول بعيد عن السندات كان في الشهر اللي فات كان حوالي متوسطه 10 في حدود مليار و600، النهارده متوسط التداول مليار جنيه، في حوالي 600 مليون فقدوا من السوق. عايزين نعرف الاسباب وليه السوق فقد حوالي 600 من المتوسط التداول كان اللي بيتم خلال الشهر الماضي، كان في 600 مليون جنيه فقدهم التداول نتيجه لانخفاض الاسعار. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان في اسباب حضرتك في ناس كتيره طلعت اتكلمت على موضوع اللي حصل في البورصه في خلال الاسبوع الماضي ده نتيجه لان في مجالس ادارات بدات تضارب على اسهم الشركات. حضرتك لازم الموضوع ده يتحط له قواعد ويتحط له ضوابط. ليه النهارده لما اعضاء مجالس الاداره بيخشوا يبيعوا اسهم ما بيتعلنش عليها زيها زي اسهم الخزينه؟ لازم الموضوع ده يتحدد ضابط. نتيجه لبيع اعضاء مجلس الاداره وتغيير اتجاه مؤشر من اتجاه مرتفع الى اتجاه هابط، ده كان نتيجه لان فيه بعض اعضاء مجلس الاداره في بعض الشركات بداوا يضربوا على الاسهم، ودي الوظيفه، ودي مش الوظيفه الاساسيه لاعضاء لمجالس الاداره، الوظيفه الاساسيه لمجالس الاداره هو الحفاظ على اموال المساهمين. نعم. طيب استاذ محمد، كان البعض يعني عذرا للمقاطعه، كان البعض شايف ان المؤشر السبعيني وصل الى قمم تاريخيه غير مسبوقه. تمام. وكان من المؤكد لابد ان هو هيعمل عمليه تصحيح ولو بسيطه وتتمثل في جني الارباح، ربما لانها كانت اسهم مضاربيه بارقام ومحافظ كبيره. أنا فكانت العوده، يعني هل انت مع هذا الراي؟ طبيعي جدا. طبيعي حضرتك النهارده المؤشر ما بيدنتوش على طول طالع ولا على طول نازل. صحيح. لازم في دورات، والدورات دي لازم تتم، بس حدتها كان هي الحده اللي موجوده نتيجه لوجود اسباب. انا يعني في بعض الناس واخده شراء هامشي ومراجن على الاسهم دي، والاسهم دي كانت موجوده في الكيس 30 وبعد كده اتنقلت الكيس 70، وبالتالي نتيجه لان الناس كانت واخده مراجن ومراجن عاليه جدا ادى شركت بقى في عمليه الهبوط. ادى الى هبوط زي حضرتك انا وصفها بكره الثلج، كره الثلج كل ما اتدحرجت فبالتالي اثر على السوق، والسوق ما زال لا يوجد عمق في السوق، وده اللي ادى الى معظم الهبوط الحاد اللي احنا بنتكلم عليه. انما احنا بقالنا حوالي من يوم ما اعلن البنك المركزي على انشاء صندوق، والبنك المركزي احنا متوقع يعني كل فتره يحصل ازمه في البورصه يدعم البورصه. وصلتني حضرتك المناسب. وصلتني نقطه مهمه، بعض المحللين شايفين ان عمليه دعم البنك المركزي كلما حدث هبوط للمؤشرات هذا الدعم المستفيد منه اصحاب المحافظ والملاءات الكبيره، لانهم بيخشوا يعملوا عمليات جني ارباح ويستفيدوا من الموقف، ثم بعد ذلك تعود القاره مره اخرى الى وضعها مكانها او الى مكانت عليه. عايز اقول لحضرتك هو الدعم مش حجمه كبير يا محمد بيه. الدعم وحجمه بيوصل رساله نفسيه للمتعاملين ان احنا في ظهركم، احنا واقفين معاكم، احنا مش عايزين الخسائر تزداد عن اكتر من كده. فاللي حصل ان من بدايه السنه في شهر 3 برضو زي ما احنا كنا موجودين في شهر 3 2020 كانت ازمه كورونا وانهيار البورصه ودعم البنك المركزي بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه ب 20 مليار. تخيل اللي دخل من 2020 لغايه من 3/2020 لغايه 3/2021 كان حوالي 500 مليون جنيه. نعم. في برضه في شهر 3/2021 اعلن البنك المركزي عن انشاء صندوق للمتعاملين.
لشركات التداول الاوراق الماليه ان هي تقرضها للشركات. انا بس عايز اقول في ضوابط بالنسبه ل احنا سمعنا ان بالنسبه لانشاء الصندوق وكيفيه توزيع هذا الصندوق على الشركات بيتكلموا على اساس حجم التعامل بالنسبه للشركات السمساره شركات التداول. حضرتك النهارده سبب المشكله اللي كانت موجوده في السوق هي الشركات اللي كانت بتداولاتها عاليه لانها كانت بتمنح للعملاء مارجينات اعلى من القانون فالانسحاب واللي كان قوي فبالتالي حجم تداولها عالي فانا هكافئها على ان هي ادت للعملاء مارجينات عاليه جدا 2:1 و3:1 و4:1 فانا حجم تداولها عالي فانا هكافئها نتيجه لان هي عملت كده فهكافئها واديها حصه كبيره من الصندوق. اعتقد ان احنا في خطوات لازم يتحط للصندوق وكيفية توزيعه ضوابط معينة في مبادرات مفروض انها تتم يعني بنقترح على البنك المركزي. ليه البنك المركزي النهاردة ليه معظم القروض اللي بنقدمها قروض استهلاكية ليه ما تبقاش قروض استثمارية يعني منتج جديد قبل بس استاذ محمد قبل ما اخد في النقطه دي ان موضوع طبعا دعم البنك المركزي شيء مهم بس افهم من كلام حضرتك ان ممكن المستثمر الفرد تعود شهيته تاني للمخاطر خصوصا اذا كان الداعم والمؤمن لهذه المخاطر هو مبادره البنك المركزي. طبيعي جدا. عايز اقول لحضرتك حاجه كان واضح جدا في من يوم ما اعلن البنك المركزي على انشاء صندوق بدأ بعض المتعاملين يضخوا سيولة موجودة. الشارف العالي بدأ يعمل متوسطات لنفسه وبدأ يشتري تاني وعادت الثقة للمستثمرين في السوق وبالتالي ادالهم فرصة ان هم يشموا نفسهم في السوق. وبالتالي ان في لسه بتكلم مع حضرتك ان المبادرات اللي كانت موجودة في من ضمن المبادرات الموجودة في البنك المركزي ليه البنك المركزي ما يعملش احنا النهاردة بنشجع الشباب على الادخار وعلى الاستثمار وعلى التكويت في البورصة بالفعل في البورصة والكلام ده كله. ايه المانع النهاردة ان انا اقول له اشتري سهمك بالقسط ادي قسط للمتعاملين ادي قروض للمتعاملين دول ان هم يشتروا اسهمهم ويسدد قيمته على قسط على قسط من الارباح حتى من الارباح يا طيب. جماعه بتقول الائتمان يشتغلوا ويشوفوا انهي اسهم هتقدر تشتغل بالاقساط والكلام ده كله. فانا ممكن احفز المستثمرين ده هيزود السيوله اللي موجوده في السوق. حضرتك احنا اتكلمنا كتير على عمليات تزويد زياده السيوله زياده السيوله اللي موجوده وبالفعل تم طرح شركه في البورصه المصريه وهينتهي الاكتتاب يوم 1/4 عشان استفيد وجود حضرتك معايا في اكبر حجم من كم من الاسئله. طيب البعض بيرى ان يفضل ولهم راي توجيه مبادرات ودعوم البنك المركزي ليس لشركات السمسرة تحديدا ولكن للشركات نفسها ذات الاسهم او صاحبه الاسهم على الشاشه ودعم انتاجها. هو البنك بالفعل عمل يعني مبادرات كثيره. البنك النهارده فاتح مبادرات للشركات الصناعيه للشركات الصغيره والمتوسطه بفائده 5%. فاتح مبادرات النهارده معظم الشركات بتحاول انها تعتمد على التمويل لزياده خطوط انتاجها وهو احد مصادر التمويل اللي موجوده في الشركات. فمعظم الشركات العقاريه واخده تمويل من البنوك. معظم الشركات الصناعيه واخده تمويل من البنوك وبالتالي الشركات ماشيه في سكتها اللي هي عمليه الانتاج وزياده ارباحها وزياده عاملين وزياده خطوط الانتاج والكلام ده كله. انا بتكلم في مبادره خاصه بالبورصه. ليه النهارده ما شجعش المستثمر اشتري سهم بالقسط واشتري سهم وبعدين اسدد على اقساط؟ ليه معظم القروض بتاعتنا قروض استهلاكيه؟ ما انا اديها قروض استثماريه للشباب وبالتالي النهارده هشجعه على ان هو يدخر على انه عليه قسط المفروض ان هو يسدده على اساس ان في ان هو يحاول يدور على الاسهم ذات العائد اعتقد ان دي مبادرات كلها هتؤدي الى ارتفاع الى تدي ثقه للمستثمرين. كنت عايز استفيد من وقتنا اكتر من كده لكن للاسف وقتنا انتهى. استاذ محمد يعني سؤال اخير يعني توقعات حضرتك لجلسه غدا ان شاء الله وهل تاتي سيوله بعد ما حدث من عمليه جني ارباح؟ بالنسبه انا بس في نصيحه للمستثمرين بنصحهم ان هم شراء الانخفاضات وقت ما السوق ينخفض خش اشتري وحاول تفعل عمليه جني ارباح حاول تعمل متاجره
وفي نفس الوقت حاول ان انت تعمل ستوب لوس ستوب يعني عايزين نعلم الناس يعني عايزين نعلم النهارده انا اشتريت سهم والسهم بينزل معايا ما بقى الشعب المصري طبيعته ان هو بيحتفظ بالملكيه والكلام ده كله فانا ليه ما اعملش ستوب لوس وارجع اخد الاسهم تاني اعتقد ان احنا خلال الجلسات القادمه ان شاء الله السوق في يعني عايزين البورصه تبقى مؤشر للاقتصاد حضرتك احنا شايفين التطور اللي موجود في البلد فاعتقد ان البورصه فاقده كتير جدا وبعيده خالص عن التطور الاقتصادي اللي بما ان بس باذن الله ان شاء الله خلال الفترات القادمه ان شاء الله في يعني احنا متوقعين ان المؤشر يوصل ل 11000 نقطه وبالتالي ان احنا يعني وفي والاقتصاد اتغير خلال الفترات اللي فاتت بالتاكيد فانا بقول لحضرتك النهارده لو في ظروف كورونا النهارده عندنا الشركات اللي هي ذات المعاملات الماليه الرقميه تمام. حجمها لا يمثل في البورصه لا يمثل الحجم الخارجي والتعاملات الخارجيه اعتقد ان احنا قدامنا فتره طويله ان احنا نحاول نضخ سيوله موجوده نضخ شركات جديده في السوق بس هو انت يا استاذ محمد عندنا النشره موجز فان شاء الله نتمنى التوفيق للبورصه والقائمين عليها وباذن الله المؤشرات الاقتصاديه كلها واعده والحقيقه قويه ودايما هناك مطالبات ان شاء الله وعايز حضرتك المره الجايه يكون في وقت اوسع ان شاء الله باذن الله يا فندم استاذ محمد عبد الهادي خبير اسواق المال بشكر حضرتك شكر جزيل شرفتنا يا فندم شكرا مشاهدينا نهايه حلقه اليوم برنامج مؤشر النيل اللقاء في حلقه الغد وفريق عمل جديد دمتم في امان الله.